نقد من الإيمان يزداد بالإحسان. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا، احذر أن تغرق في وهم القوة. ما كان الله ليخلقه خلقة الضعفاء ويحاسبه محاسبة الأقوياء. اللهم عفوك ورحمتك. ما معنى هذه الآية وفي أي سورة وردت؟ ترسل الإجابة على واتس رقم 0566 3 3 2 1 5 1.